يا إخوتي ماذا نقول؟ أم حزننا جلب البكاء، جلب البكاء لصحبة أهل المحبة والإخاء، عاشوا على هدي النبي يرجون رحمن السماء. يا إخوتي ماذا نقول؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Our brothers and sisters in one nation, جزاكم الله خيرا، بارك الله بكم. We are now distributing Walima from brother Salman and sister Iman to poor people and need people in this camp. May Allah accept this Walima and may Allah reward you. جزاكم الله خيرا. يرجون جنة ربهم يوم القيامة والجزاء، يوم رهيب قاتل في لحظة حق اللقاء. ترى وجوها كالحات، ترى وجوها ناعمات. يا إخوتي ماذا نقول؟ أم حزننا جلب البكاء، جلب البكاء لصحبة أهل المحبة.